هذيك بروجي يعني كيما باش نقولوا غير في البروجي يعني في الاوبسيون لا متأكد اللي عندك مؤهلات مادام كنت وحدك هكا وصرفت باش شو كان تحب تنجم نحكيو ديتاي خاطر شنو فوالا خلينا نكمل الخير وبعد فوالا مداخلة أخيرة على خاطر الوقت جاء معناها ماضي ساعة احنا بريفيو نكملوا تو ماضي ساعة ديجا تفضل السلام على سمرتا بلا جوست معاش تو نحكيو فرونشمون معناها دونك قلت لي سي علي قاعد يحكي على بيرو شغل بيرو شغل صراحة معناها يعني واحد من الناس عندي تجربة سيئة جدا معاه معناها بيرو شغل معناها خاطر بالحق معناها تو با مال دو فوا نحكيو على الانفورماسيون نحكيو على المعلومه بيرو شغل كان تقعد تمشي له كل يوم ما تاخذ من عنده حد شيء نحكي على بيرو شغل تاع مستير مثلا يعني ما قد ما تمشي له ولا ساعات كي يبدا يحكي مثلا يجيك يبدا يحكي وزير على بروسيدور عملوها جديده ولا ما نعرفش حاجه جديده تسمعها في التلفزه تمشي تحكي معاه تقول له مثلا المشروع هذاك الحاجه اللي نعملوها المعلومه اللي نقولها لك والله احنا نسمع كيف كنت من التلفزه ما عندنا حد شيء معناها ما عندناش وراق جاتنا ما عندناش سيركولير وانا طوندون هذاك مازال فكرة مشروع مازال فكرة مازال ما حد شيء مره اثنين ثلاثه اربعه سبحان الله زاد حتى باش يكون انت حتى تبحث على شغل تبحث على فكره مشروع ولا حاجه باش تخرج منها حاجه اخرى فرن دواني ملي معناها ملي تخرجت برتيك مو قاعد على فكره مشروع اونتروت ماكش تقعد واقف باش تدوز على خدمة باش تدخل تخدم باش عاد تخدم تخدم برشا دومانات تدخل تخدم في برشا دومانات تعرف ليزاندستري اللي بك الدومان هذاك معناها في اي حاجه تخدم في التكستيل تخدم في التوريزم تخدم في اي حاجه تكتشف في دومان اللي هما مربوطين بهم دي بوزوان حاجتهم بهم الشركات هذيك باش تنجم تخدم فيهم ومن بعد ترجع تلقى في البروجي اللي انت لقيتهم في السيكتور مثلا تخدم برشا يعني في التكستيل وبعد في التوريزم تلقى افكار مشاريع بعد في الزهر نقول لك لا انت توا ما عادش باعت شاب ما عادش كذا كيفاش؟ على خاطر قلت مثلا صابين عليك ولا دخلت في الصابين تاع السي ان اس اس ولا حاجه يسو فيه صابوا عليك اكثر من عام سي ان اس اس انت اكسكلو من بيرو الشغل من كل شيء تبعنا يوجهوك لمركز الاعمال الحق تاع يعني دارليمون توا مع مركز اعمال تاع مستير مع سيمونيه بالحق عندهم الانفورماسيون نوعا ما بالحق صحيح يوفر لك المعلومه يكلمك يرجع حتى يقول لك خلي نمر التليفون نتاعك جميل لا فيك نكلمك كان صارت فورماسيون ولا كان صارت حاجه ولا ديما تسمع حتى كان صارت حاجه فيسبوك تاعها وعملوها موش صحيح معناها الامور صحيح فما الخدمه فما لي بروموتور فما عباد ما تلوش فما عباد تلوش مي زاد كونتر بارتي راه مش كان البعد الشاب هو اللي مقصر ولا هو اللي مش ملوج على المعلومه ساعات راهو يمشي يلوج على المعلومه وما يلقاهاش هذه البوان الاولى مش راني معناها نذم ولا حاجه مي جوست معناها هو راي على خاطر واحد صارف له الفكره هذه ديجا كيما قلت مع مركز تاع بستير الحق معناها فما خدمه فما تجارب نحكي مع سي ايمن فما حاجات اللي تعجبك الفكره نتاعو تنجم تشيلو قصر عليها مره اخرى وان شاء الله باش نكونتاكتيوه و بوان هذه معناها نحكيو على البوانات الاخرين ولا نسالش خل جاوبك على البوان على البوان ما نسالش بس خلنا نجاوبك بوان بان السبب ساعات انت ماشي بالسير عندك ما كنتش غير في خساره لا ما عرفتش علاش لا هذه مستير خاطر مش اللي سمعت هذه بصح كنت كاع تسحق جو صغير لا 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 ما في بيك تو مون بالنسبه لل مش هكا ما كنتش غير خساره لا وعزو بلا زاد الاخر المعلومه راهي موجوده اما فما حوايج راهي تتجاوزنا ساعات تصير قرارات لكن ما عندكش ما حاجه مش خساره لا لو باغ اكزومبل ناخذني على فرصتي تو البرنامج تاعي ما نجمش نحكيك عليه وقتها مازال بديش نعطيك حوايج من زمان باهي بغير تولي التضارب في الحديث نستنى انجينير حاجه باش نعطيك نعمل في الفورماسيون ولا نعلمك بها واحد اكيد مانيش عارف شو صار في مسيرة اونتر كومي بالطبيعه مي راهو احنا كي نحكيو على اليات او الحوايج معينه ديزافونتاج راهم موجودين ما فماش علاش ما نعطيكش ما فماش عندي سيليكسيون سيفي ولا عندي سيفي ولا عندي مورين وما نديكش شو تقيد فيها ما فماش علاش ولا تسالني عليهم ما يجاوبكش علاش ما يجاوبكش؟ اذا كان ما يجاوبكش راه مقصر السيد اللي سالته. والمعلومه يلزمها تكون عنده ويسمع يعطيك المعلومه كو سوا باب اللوكي ولا بالرفض ولا باب الايجاب ولا بس اللي تحب انت ويلزمها يعطيك معلومه. اما راه اوندر كومي كي تقول لي انت راه مقصر نقول لك ما نتصورش مش واحد ما فماش.
وبصوا عندنا زاد قلبك نحكي على زميل مش عندها هي القصر اللي حازرها قلت لها لو جيت تمشي المكتشفي ويزنني انا اعطيك معلومه انت تسالني انت بس انا اعطيك معلومه اليوم انا جيت كي وغدو وبعد غدو يكمل تجينيش انت ما تجيبش انا نعطيك المعلومه قال ممكن اليوم هاو 100 ولا 150 واحد جاوا اليوم انا بيه والبقيه انت هي وصلتك معلومه ونفرين يبي كان يتصلوا فينا ما ياخذوش معلومه برا هذه حل الحاجه الثانيه تقول انت خدمت وخفيت معلومه وخفيت افكار وما تابع كي جيت تحل مشروع قلت لك ما عندك شخص لا مستحيل انت تحكي على حاجه اخرى تحكي على السي في ولا تحكي على النوعيه كي كي تفوت عام صفان سي ان اس اس ولا معنى هذا قانون اما تقول لي مش حل مشروع ودي خاطر عندك اكسبيريونس في تال مؤسسه ولا نبط كو قول لك راه غلط ثم عندك حق معناها في السي في الواحد اي كومبري حتى كل حاجه في اطار اللي هو اللي راهو العمل المؤجل حاجه والعمل المستقل حاجه اخرى مش راهو تتباع عملت سي بي وعملت الكيب وعملت الحبيت في الراه كذا مع مؤسسه بعدين اذا حبيت تحل المشروع تمشي التوجيه الاخر والحق تعمل سلون سلون المرحله اللي انت فيها خاطر مش واحد ما عندوش فكر مشروع ويحب يحل مشروع مش واحد عنده فكرة مشروع كل حاجه فما يتبع المرحله بتاعها نقول بالنسبه لك انت السي في عندك الحق فيه ما الحق اما راهو بين قوسين السيليكسيون ما عملناش مكتب التشغيل عملت الانتقائي عمل الكابين اكستيرن عملها مع خبراء اكستيرن خاطر راهو ما عنديش كان انتوا فما انتقائي 50 واكثر اخر مره 100 عملنا سيليكسيون تاع 100 مش ناخذ منهم 25 واحد مش وقت التشغيل مش عليه مش قلنا روح الشبيك لا فما اللي فسد التور اكسل هم مش يقعوا على الانتقاء انت 25 يعلمني بهم وقت ما تمشي تدري ما تعرف اما نرجع نقول مستحيل تسمع كون تجي البيرو ما يعطيكش معلومه تقعد لي مسعيد ما نعرفش فماش حاجه اخرى لا داكورد ميرسي وتجي سي المكتب باش يتصل مرحبا بك انا وزوايا الموجودين بالطبيعه داكورد فما حاجه اخرى هي البنوك اون جينيرال ما تمولوش انتم مشاريع كوميرسيال باهي فما حل اخر هو الانسان يدخل في مشروع كوميرسيال يبدا يخدم فيه اونتر اوتر في مشروع كوميرسيال هذاك باش يدخل في سوق الشغل باش يبدا يراه كما حكينا معناها تدخل تبري انت تكونتاكتي السوسيتي تكونتاكتي العباد تكونتاكتي الخدامه تطلع لي بوزوان اللي عنده في الشيء هذاك وتبدل تمشي تعمل الاندستري ولا تمشي تعمل حاجه مثلا ما عادش مش موجود هو واحد بالقبضه لنا اما مثلا قبضتك البروجي الاخراني نتاع انه لي نوفو بروموتور اكزونوري من تي في ا بوندون 5 ans تلقى روحك تخدم بعد حتى كيف تجيب انت المشروع نتاعك ولا تحب تدخل معك اسوسي علاش تحب انت مثلا اني عندي مشروع مثلا اللي هو مش ممول مع عند البنك ولا مش ممول مع عند واحد خاطر كوميرسيال ولا عنده صبغه اخرى توريستيك ولا اللي هو علاش كي تجيب انت ان اوتر اسوسي ان تيير اسوسي اللي هو عنده الفلوس يعني داخل بفكره مشروع هو تيير اخر هو اللي عنده الفلوس تدحمك لي زافونتاج نتاع لي نوفو بروموتور لي 5 ans اكزونوريسيون نتاع تي في ا تدحم لي زافونتاج هذوك اون جينيرال وحاجه اخرى بلا باش نجاوبوها مع بعضنا اسكو باش نسال البنوك معناها اسكو البنوك يمولوا لي فرانشيز اي كومبري حتى فرانشيز مثلا ماهيش كوميرسيال هما لي فرانشيز اللي يصنعوا لي فرانشيز اللي معناها دي برودوي حاجه كيما هكا اسكو تمولوا تم الدوا دونون تاعهم ولا معناها من برا ولا حاجه خاطر فرانشيز معناها المونتون ده كبير برشا اون جينيرال باش نجاوبك على لي زافونتاج باش نعطيك الكريتير باش تفهم العمليه ثم سيتان افونتاج لور دو كرياسيون دو لونتربريز شروط نتاعها يكون جنسيه تونسي ليست له موارد كافيه لاحداث المشروع وهي النقطه اللي خليت بدات حصلت عليها خاطر سيبوزي انه السيد ليست له موارد كافيه اذا كان عنده موارد كافيه يعني با اكسي او افونتاج لور دو لا كرياسيون ما نحكيوش لور دو ليكسبلوتاسيون تكون افونتاج وعنده حكايته ثم ديزافونتاج بارابور للسيكتور ثم بارابور ليتا دافونسمون تاعك كي تحل المشروع والا وقت اللي نتصرف في المشروع دونك سي سي كرياسيون جنسية تونسية ليست له موارد كافية في المشروع تاعو ولازم يكون لم يحدث مشروع سابقا او قام مؤسسة متوسطة او صغيرة من بين كيتي موين وتنفيذ اذا ما توفرش ثلاثة شروط هذوما ما عادش نحكي فهمت على افونتاج لور دو لا كرياسيون فهمت شنو كان لاحظ باش هي تصحيح كلمة وكلمة راه ما نحكيوش على البعث الشاب نحكيو على البعث الجديد هي فرصة لازم أول مرة باش نعمل مشروع تاعها إيه باش نعطيك أون بوان دو سورتي
je suis plus nouveau promoteur. Je suis plus nouveau promoteur. Je projet de création d'entreprise. Au cadre d'une PME, je suis dans une demande de crédit. Je suis dans crédit. Vous êtes éligible aux avantages de l'intégration. Alors, l'amélie, mais je suis question de savoir mon charla. واحنا لهنا لسنا مؤهلين ليش باش نسموه لسنا مؤهلين باش نغيروا التشريع احنا مؤهلين فقط لتنفيذ القانون في التجارة وهو على فكرة باش نسكر المزادية زي ما ترى ان شاء الله سي موا موا اثنين وماكسيموم دو مجلة الاستثمار الجديدة باش تعمل وتم راه اقتراح برشا حاجات في هذه الحكاية هذيا قانون لو بروموتور وجديد وصغير وين ومناطق التنمية وهذا الكل تكلمنا فيهم وكل شيء نرجع بالنظرة إن شاء الله المجلس الواحد بعد كبير يبدأ مرحلة النقاش مشروع مجلة الاستثمار الجديد وإن شاء الله التنقيحات اللي باش تصير والمجلة اللي باش إن شاء الله تصير تكون خير حتى اللي عندنا بارك الله فيك أيما تفضل بالنسبة للتمويل بالنسبة للفرانشيز الفرانشيز باش تكون كل الفلوس معناتها إيش معناها فلوس سي فوندولمون معناتها كل الكومبوزونت كل تاع الفلاسمون تاعها سي فوندولمون بالنسبة للبي اف ام او التمويل تاع الفوندولمون سو في ا اوتور دو 10% ماكسيموم من الكوتو تاع معناتها على ان كوتو تاع دو 100,000 دينار باش يكون الفوندولمون ليميت نتاعو 10% معناها 10,000 اذا كان le besoin en fondement il dépasse les 10% ce qui est le cas dans le franchise tu vois que je connais liquidité donc tu as dans le franchise je suis à l'intérieur de notre banque les banques commerciales value le crédit il a n'a qu'à lire je suis très simple à la zouz château à l'intérieur de l'ANAHNA je suis à l'intérieur de notre banque le titre à la roue que la banque elle peut financer le franchise aidé دونك سي جامي سي لو كا اون تاع البنك الاخر باش تطلب عليك اون غارونتي غير انت تو نعطيك غيرمون كو سي العملية فهمت فوالا ميرسي يظهر لي هكاك كملنا نسق الحكاية والله نجم نقعد للصباح بالهياية بصفة برقية مسالش موافقتكم بيان سور تفضل بربي فيت فيه نحب نقولكم على ايدي تاع بروجي باغ اكزومبل انا خدمت في ان سيرفيس بوستال الريسبسيون والليفريزون تصير معناتها ا دوميسيل نجم اني بعد ما خممت هكا وكل والليتود نتاع البروجي ما يوافقوليش عليها خاطر يقولوا لي انا كونكورونس والبوست فاش قد تعمل مثلا شكون اللي يوافقش على هذا هل هذه الفكرة هي فكرة نجم تكون بون كابل ولا؟ قابل إنجاز ولا؟ شوف كما قلت بكري بالنسبة لأي دومون دو فينونسمون ثم تواكيت اللي حكيت عليهم بكري مش نعاودهم طب مش نعاود نفس الحديث اللي هو البروفيل تاع البروموتور والإكسبيريونس تاعو في البروجي لو مارشي Est-ce que ça m'a fait, il est porteur ou elle est, ça m'a concurrence dans le domaine du projet ou elle est, ou elle est garantie. Donc, il y a les trois critères, il y a suivant lesquels on va décider, il y a nature d'accord de financement ou elle est. Ça m'a les deux, ça m'a aussi bien l'étatique que le privé, ça m'a les trois. Ça m'a les sociétés privées, le Roma il assure le. le transfert par courrier et tout ça. Ça m'a le même nom. Donc, avec quoi le CD, c'est pas choisi de chaque jour. هو فما بالنسبة للبوست والهيك هيك فما سو تريتونس بعد ما فما اتفاقية كثيرة بين التريتونس تعمل مع البوست كسب دقة مع الولاية حاجة مين فما سو تريتونس اتفاقية تقبل اللوكي كي تقبل اللوكي باش تحل بعد باش تحل دماغ بتبي اخذ غير باش تخمن مش فم كونكورونس على بوست كيما تحكي تيجي تتعامل مع البوست تقول تتعامل مع البوست فما اتفاقيه تصير اتفاقيه كيما يقول هي سور شارج عندها سور شارج فما اتفاقيه تصير معاك تقول تعطيك بارتي منها شكرا السؤال اخي استنى سلام
السلام عليكم. ربي نحب نعمل مشروع في البحار بلوكا. وانا رئيس عندي الخبره مثلا